السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الزمالك في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من زملكاوي، يا رب حلقة تنال رضا وإعجاب كل جماهير الملكي في كل مكان. الجزء الثاني من حلقتنا إن شاء الله النهاردة هيكون معانا واحد من رؤساء نادي الزمالك التاريخيين والأكثر حصدا للألقاب، الدكتور كمال درويش، صائد البطولات في فترة كانت مليئة بالبطولات بالنسبة لنادي الزمالك. هيكون معانا في الفقرة الثانية، فقرة أنا نفسي منتظرها جدا، أكون سعيد جدا وإحنا بنستقبل أحد أهم رؤساء نادي الزمالك عبر التاريخ الدكتور كمال درويش في الجزء الثاني من حلقتنا. النهارده كلنا شفنا اختيارات كابتن حسام حسن للمنتخب للمعسكر اللي جاي، وشفنا خماسي من نادي الزمالك، خمس لاعبين انضموا لمعسكر منتخب مصر، محمد عواد، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر ومحمد شحاتة. خمسة من نادي الزمالك تاني، عواد، حسام عبد المجيد، محمد شحاتة، دونجا، ناصر ماهر، ودي القايمة بالكامل لمنتخب مصر. سعداء جدا ان واحد من اللعيبة اللي اثبتوا نفسهم بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، حسام عبد المجيد، بقى متواجد. كنا نتمنى اكيد ان في بعض اللاعبين تاني في نادي الزمالك بيقدموا مردود فني كويس جدا، ماشيين بشكل كويس جدا، مش موجودين. نتمنى ان شاء الله باذن الله في المعسكرات اللي جايه انهم يبقوا موجودين. ولكن انا سعيد جدا بوجود حسام عبد المجيد، لان الراجل ده لسه صغير 23 سنه، بتكلم على لعيب عنده من الخبرات وهو في السن الصغير ده اكتسب خبرات مع نادي الزمالك، بدايته مع فيريرا لحد النهارده الراجل بيقدم مستوى جيد جدا جدا. فتره من الفترات انضم مع روي فيتوريا، ويمكن ما طولش قوي ومستواه بعد، ورجع تاني بعد الاولمبياد مع ميكالي بيقدم مردود محترم، وهو لاعب في مركز المساك في قلب الدفاع بشكل كبير جدا، اصبح متكامل. اللهم الا بعض الامور بس هي اللي ايه، بمرور الوقت هتلاقي حسام عبد المجيد ده من احسن الناس اللي ممكن تكسبهم في المركز ده. حقه ان هو ينضم لمنتخب مصر نتيجه لمردوده الفني، تطور كبير جدا جدا، في ظل كمان ان انت في مصر عندك اللعيبه اللي في مركز الدفاع في حالتهم مش كتير. فحسام عبد المجيد افتكر بعد الاولمبياد عمل بطوله ولا اروع قدام منتخبات قويه جدا، كان بيساعد بشكل كبير جدا منتخب مصر في الجانب الدفاعي. راجل رجع بعديها لنادي الزمالك، كان قرار من جوزيه جوميز انه مريح اللعيبه الاساسيين حتى بعد ما خلصت الاولمبياد، ما شاركش مع نادي الزمالك غير في المباراتين بتوع البوليس الكيني، ويمكن المباراتين دول نادي الزمالك ما كانش اداؤه قوي فيهم، ولكن نادي الزمالك كسب ذهاب وعوده، فكان مهم برضه ان الراجل ده يستكمل الاداء الجيد ليه، وشفناه في السوبر الافريقي كان احد ابرز اللاعبين في المباراه. نادي الزمالك كله وفرقه نادي الزمالك كلها كانت لعيبه رجال في السوبر الافريقي وعملوا شغل عالي جدا، ولكن انا بتكلم دلوقتي على حسام عبد المجيد، لا، لعيب مميز، مفيش اخطاء. يمكن شفنا حتى ركله الجزاء كانت ملهاش علاقه قوي بحسام عبد المجيد، يمكن اللي عملها كان حمزه المسلوسي، وحتى حمزه ماشي بشكل محترم جدا جدا جدا، لعيب راجل واحد كباتن الفرقه. انا بعتبر حمزه المسلوسي احد كباتن فريق نادي الزمالك، عنده جرينتا وعنده روح وعنده قلب وعنده دايما دعم لزمايله، نصيحة دائمة لزملائه. خلي بالك حسام عبد المجيد مش هيظهر بالشكل القوي ده إلا وإن كان جنبه لاعب عنده خبرة بيسنده متفاهم معاه، فتشوف الشكل ده، تشوف حسام عبد المجيد في معسكر منتخب مصر، وتشوف حمزة المسلوسي في معسكر منتخب تونس اللي برضه بنبارك له، لأن حمزة المسلوسي قعد فترة كبيرة جدا، وهو ليه الحق ان احنا نتكلم عنه. حمزة المسلوسي راجل كان ماشي بشكل جيد جدا مع نادي الزمالك على فترات وهو بيلعب باك رايت،
فترة تلاقيها صعبة معاه في آخر الموسم، المراحل الحاسمة تلاقي حنزة المسلوسي من أهم لاعبي الفريق، ولما بقى يلعب في قلب الدفاع حدث ولا حرج. يمكن المدير الفني الأسبق لمنتخب تونس منذر الكباير كان بيعتمد على حمزة المسلوسي وكان بينضم لمنتخب تونس تحت قيادة منذر الكباير، ولكن أول ما بقى يلعب مساك ما بقاش يضمه. فيجي النهاردة المدير الفني لمنتخب تونس بيضم حمزة المسلوسي نظرا لتألقه مع نادي الزمالك في الفترات الأخيرة. راجل ماشي بشكل جيد جدا، ساهم مع نادي الزمالك في أكثر من بطولة لا سيما، وآخر بطولتين أحرزهم نادي الزمالك الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي. لعيب جيد جدا، ما تسمعلهوش صوت، ما يعملش مشاكل، ملتزم جوه الملعب وبره الملعب، كسب حب وعشق جمهور نادي الزمالك اللي مش بيحب أي لعيب والسلام. لازم تكون برهنت في الملعب وبره الملعب وبمواقف تخليك تخش قلوب جمهور نادي الزمالك. فجمهور نادي الزمالك ذكي جدا، يحب قوي اللاعب اللي في الملعب بيموت نفسه، اللي بره الملعب تلاقي تصريحاته ما فيهاش السبايسي والحاجات زي ما بنشوف بعض اللاعبين. فحمزة المسلوسي يستاهل ان هو ينضم لمنتخب تونس، مساهم مع نادي الزمالك بشكل كبير جدا في كل البطولات اللي فاز بيها نادي الزمالك اخر 3 4 سنين. هو كان متواجد مع نادي الزمالك، حقق 2 دوري، حقق كاس مصر، محقق كونفدراليه وسوبر افريقي. لعيب ممتاز جدا ويستاهل هذه المكانه، حتى لو ما بيلعبش في مكانه الرئيسي اللي هو بيلعب باك رايت، بيلعب مساك، انضم للمنتخب، فدي حاجه إيجابية جدا. وسعيد جدا بانضمام حسام عبد المجيد لمنتخب مصر وانضمام حمزة المسلوسي لمنتخب تونس. خط دفاع نادي الزمالك بخير، ونمسك الخشب عشان ما يتحسدوش. ناحية اليمين وناحية الشمال عندك بنتايج، لعيب ممتاز جدا، وزي ما قلنا مرارا وتكرارا من أول مباراة شارك فيها الراجل ده وهو قدم أوراق اعتماده. خلي بالك اللعيب بيبان من لمسته، في لعيب اول ما ينزل الملعب يقنعك، وفي لعيب تحس انه لا لسه محتاج ماتش واتنين وتلاته، ومحتاج الانسجام يبقى بعد فتره. الراجل ده نزل في السوبر الافريقي تقيل جدا، لعيب راسي، بيعرف امتى يهاجم، يعرف امتى يدافع، مفتاح لعب، بيخش نص الملعب زي ما جوزيه جوميز كان بيعمل مع فتوح، عملها معاه والراجل اداها بشكل سلس جدا. ولعيب عنده وعي تكتيكي بشكل كبير ومفيد جدا لنادي الزمالك، وتسلم العين اللي شافت بنتايج واستقطبته لنادي الزمالك في الفتره الاخيره. لعيب ممتاز جدا، خلي بالك انت، وخلي بالك برضه سنه مش كبير، انت كان قدامك لاعب في نفس المركز سنه كبير هيتجاب برقم كبير جدا وهتتنازل عن لعيبه، لا قال لك محمود بنتايج هيجي في صفقه انتقال مجاني وهيتكفل نادي الزمالك فقط براتب اللاعب. فدي كانت صفقه مهمه جدا بالنسبه لنادي الزمالك، ويمكن اول مباراه مع نادي الزمالك ببطوله السوبر الافريقي، بطوله قاريه، كانت مهمه جدا في بدايه مشوار نادي الزمالك هذا الموسم. الناحيه الثانيه عمر جابر، بقالنا فتره وكذا معسكر نفسنا نشوف عمر جابر فين؟ في منتخب مصر. ليه نفسك؟ عشان زملكاوي؟ لا، عشان ايه؟ عشان الراجل ده يستاهل انه يبقى في منتخب مصر، بالارقام، بالاداء، بالخبره، بالوعي، بكل شيء. راجل ماشي بشكل ممتاز جدا الموسم اللي فات. لو بتتكلم على صعيد اللاعبين المصريين اللي بيلعبوا في مركز الظهير الايمن، هتلاقي عمر جابر افضل ظهير ايمن مصري بيلعب في الدوري المصري. لو بتتكلم على الدوري بصفة عامة، هتلاقي محمد الشيبي هو الأكثر كمان، عشان الأرقام بتاعت الشيبي أكثر بمساهمتين أو ثلاثة عن عمر جابر، ولكن ظهير أيمن مصري في الفترة دي عمر جابر. وانت مغمض، نتمنى إن شاء الله بإذن الله نشوف عمر جابر في المعسكرات اللي جاية لأنه يستاهل. ومش بنقلل أكيد من اللعيبة اللي بينضموا،
ولكن الراجل ده محتاج ان هو بعد المجهود الكبير ده ما يحسش ان هو التتويج مع منتخب بلاده، ان هو بيقاتل مع نادي الزمالك وبيحرز بطولات مع نادي الزمالك وبيؤدي اداء قوي جدا مع نادي الزمالك، انه يتوج هذا المجهود بانه ينضم لمنتخب مصر. خلي بالك اللعيبة كلها في العالم كده بيموت نفسه مع الفريق بتاعه ويعمل ارقام ويحقق بطولات ويكسب فلوس من النادي اللي هو فيه، كل ده جميل جدا، بتكلم على مستوى العالم كله، ولكن التتويج هتلاقيه في انه ينضم لمنتخب بلاده. فعمر جابر يستاهل ده، يستاهل ان هو يكون في منتخب مصر، ولكن كلنا بندعم منتخب مصر ايا ما كان اسامي اللاعبين. احنا بنقول كل الدعم لمنتخب مصر والجهاز الفني بقياده كابتن حسام حسن، نتمنى ان شاء الله التوفيق طبعا في كل المناسبات القادمه لمنتخب مصر. واحد تاني من اللعيبه برضو اللي بيشاركوا في الفتره الاخيره ولو بصيت عليه رقميا هتلاقيه من افضل الناس في الدوري المصري، ناصر منسي. لعيب تقدر تقول عليه كده اللي هو ايه، جاي من بعيد، من فتره كبيره جدا الناس كلها بتنتقد ناصر منسي، مع ان الراجل ما كانش بيشارك بشكل مستمر، ولو شارك بيشارك دقائق في المباريات، وسوريو كان ما كانش بيعتمد عليه، كان بيعتمد على سيف الدين الجزيري بشكل اكبر، جه بعديه كابتن معتمد نفس الكلام. الراجل جوميز بقى شايف حاجه كل الناس وكل المنتقدين ما كانتش شايفاها، وهو ان ناصر منسي لاعب مفيد جدا جدا لنادي الزمالك وهيصنع الفارق. صبر عليه، جمهور نادي الزمالك بيدعم دائما المدير الفني اللي بيخلي الفرقه عندها شكل وهويه بيحافظ عليها لوقت كبير، فوثق في جوزيه جوميز، شاف نتاج هذه الثقه في انه دفع بناصر منسي في مباراة كانت صعبة، مباراة السوبر الإفريقي، وأنا كنت في الملعب حتى شفتها. أبرز المتفائلين قال لك الراجل بس بخاطر عشان خاطر خسران أو متأخر بهدف من ركلة الجزاء يعني اللي أحرزها الأهلي، ولكن ناصر منسي بينزل وبيصنع الفارق، بيجيب هدف كان ممتاز جدا من صناعة عمر جابر، وبعدها حتى بدقيقتين ضيع كورة جت يعني جنب العارضة بما فيش. يبدأ الموسم ناصر منسي، هل دي كانت فوقة كده بس في ماتش السوبر الإفريقي؟ لا، راجل في أول ماتش في الدوري أمام البنك الأهلي أحرز هدف، هدف كان حلو جدا. في الماتش الثاني المباراة الأخيرة راجل أحرز هدف أمام سموحة، فلا راجل في نتاج. مع احترامنا لكل الاسامي اللي موجوده، بس هتلاقي ممكن مثلا لو بصينا على اسم من الاسامي هتلاقي مثلا مع فرقته ما عملش او ما صنعش الفرق. مكاسب مهمه جدا من المباراتين اللي فاتوا دول، يمكن كابتن حماده كلمنا في البدايه عن مهم جدا انك تخش فتره التوقف الدولي وانت كسبان، هتسترجع فيهم اللعيبة المهمة بالنسبة لك اللي غايبين، عندك زيزو، عندك ناصر ماهر، عندك الونش ان شاء الله بإذن الله كمان يعود، وبرهن على قيمة الونش الفنية ويتمنى له العودة بالسلامة هو وزيزو وناصر ماهر. ناصر ماهر خلاص الحمد لله تعافى وموجود مع منتخب مصر، كمان محمد حمدي ان شاء الله بإذن الله يتعافى بشكل كبير. ده كان رأي كابتن حمادة طلبة في دخول نادي الزمالك التوقف الدولي وانت كسبان. كابتن حماده ارجع لنا مره ثانيه. ابو حميد معاك. لا اقف في حته فيها شبكه بقى كابتن. انا والله في الشارع اصلا. طيب كنت بتتكلم عن الونش وقيمته وعوده الونش مره ثانيه ان شاء الله بعد التوقف الدولي. زي ما بقول لك طبعا، زي ما بقول لك رجوع الونش رجوع مهم جدا، ربنا يشفيه يا رب، وان شاء الله باذن الله يرجع احسن من الاول ونشوفه في منتخب مصر تاني. الونش من اللعيبه اللي جمهور نادي الزمالك بيحبها ويحبوا اللي هو يكون متواجد في الفرقه، وان شاء الله الونش راجل يعني هو باذن صحيح. الله هيقدر يرجع نفسه بسرعه ويبدا ان شاء الله يخش الفرقه بسرعه. عاوز برضو احمد اقول لك حاجه، انا بشد نصر ماهر جدا
ناصر منسي بشكل كبير جدا. ناصر من اللعيبه دلوقتي اللي انا شايفها عاوز يطلع اقصى حاجه عنده. انا لعبت مع ناصر، ناصر من اللعيبه المجتهده، اللعيبه اللي هي بتعرف تجيب جون يعني الحمد لله. برضو انت شوف في بدايه المباراه، انت لعبت معاه فين يا كابتن؟ في الداخليه؟ لعبت معاه بيراميدز. لا في بيراميدز. اه في بيراميدز. اه كان فتره هو من بيراميدز. ناصر لعيب مؤدب ولعيب كويس جدا، بتمنى له طبعا كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. وبيجتهد يا كابتن، عارف مجتهد وساكت يعني وجميل كده. بص يا حبيبي، بص يا ابو حميد، هو الراجل كمان بيلعب ما بيلعبش بيسكت يعني. انت النهارده بس لما بتحطه في الموقف بيطلع اقصى حاجه عنده. صحيح. وبيقدر يكون ليه بصمه يعني. شايف الراجل ليه بصمه الفتره اللي فاتت ديت. والراجل ما شاء الله عليه بيلعب زي ما بيلعبش، لا بينزل بيعمل الدور اللي عليه. شايف انه كان يستاهل انه ينضم لمنتخب مصر في الفتره دي؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا يعني. انا شايف اكتر من لعيب موجودين في نادي الزمالك لازم يكون متواجد ويبقى لهم وجود في منتخب مصر. زي مين غير انت قلت كابتن عمر جابر؟ انا قلت عمر جابر لازم يكون متواجد. قلت ناصر منسي. لعيب مهم جدا عمر جابر في الحته ديت. انت بتعاني من الحته ديت خالص ابو حميد يعني. انت مفيش حد عندك في الحته ديت. عندك محمد، عندك هاني، هاني يعني بقول لك لازم عمر يكون ليه وجود. وعمر قبل ما كان يبقى في التجمع الاولاني عمر كان من اللعيبه اللي موجوده اللي ما شاء الله كان مستواها ثابت، واللعيب اللي بيأدي في الحته ديت. انت عندك لعيب بيأدي في اكتر من حته يعني. عمر بيلعب باك رايت، بيلعب هاف رايت، بيلعب ديفندر يعني. انا لعيب مهم بالنسبه لي، هيحل لي مشاكل كتير جدا. ولعب باك ليفت يا كابتن يعني؟ طبعا عمل زيك يا كابتن في الحته دي. لا والله عمر من الناس المجتهده. نادي الزمالك دايما بصراحه بيدوا فرص للعيبه كتير جدا ان هو يكون متواجدين في كل حته. يعني انا بحب اللعيب اللي هو يكون متواجد يعني. النهارده المسدوسي لما كان بيجي يلعب باك رايت في نادي الزمالك كانت الناس كلها مش مقتنعه بيه، بس الراجل لما لعب مساك لا الحمد لله الناس كلها حبيته، والناس كلها بقت بتشد بيه بشكل كويس يعني. الناس كلها يقول لك عمرك ما كنتش تشوف المسلوسي ده يلعب مساك. لا النهارده نادي الزمالك سانده، واللاعب والجمهور سانده، واللعيبه سندته، وهو بصراحه عمل بصراحه الراجل لما جه اتحط في الموقف لا عمل اقصى حاجه عنده عشان يرضي جمهور نادي الزمالك. بتمنى لهم طبعا كلهم التوفيق باذن الله. ديت انا بقول لك رجوع اللعيبه المصابه ديت هيدي ثقه ان شاء الله لنادي الزمالك باذن الله، وفريق الزمالك ان شاء الله ينافسوا على الدوري. دوري السنه دي صعب قوي يا ابو حميد. صعب قوي. كان شايف ازاي النظام الجديد بتاع الدوري ده اللي هو بعد الدور اللي هو دور بعد الدور ده هيبقى فيه تسعه ينافسوا على البطوله؟ شايف القصه دي ازاي؟ وهل هتؤتي ثمارها؟ هل هتنجح مع الكره المصريه ولا احنا برضو بنحط البوارات بتاعتنا والدور الاول هيبقى بنفس عدد النقاط، هيبقى المركز الاول مثلا والمركز التاسع ممكن يبقى بينهم 20 نقطه؟ فانت بتتكلم على برضو حاجه لا مش فير بالنسبه لي. نظام متعب جدا، ونظام النهارده ما فيش ماتش سهل، كل الماتشات صعبه جدا جدا جدا. شايفين النهارده، انا هقول لك مباراه النهارده، انا قاعد بتفرج على ماتش المصري والجونه. لا النهارده كابتن علاء عبد العال بيلعب زون ديفنس بطريقه غريبه قدام النادي المصري. النادي المصري عمل كل حاجه، الناس كلها عاوزه تجمع اصناف، الناس كلها عاوزه تحافظ. الماتش مش سهل زي ما اكنك بيلعبوا ماتشات كؤوس. الماتشات صعبه جدا جدا جدا. شايفين المحله، الجيش رايح يكسبها هناك في ملعبها. لا مفيش، مش هتلاقي ماتش سهل. انا شايف ان الدوري اذا كان الماتش رايح جاي بتاع المحله والجيش بس المحله في اخر دقيقتين. ما انا بقول لك انا مفيش ماتش سهل النهارده. ما تتقلش باي فرقه، لا كل الفرق هتبقى جايه مركزه، كل الفرق عاوزه تجمع بنط عشان يبقوا من التسعه الاوائل يعني. حاجه يعني بص هتبقى حاجه متعبه جدا على الفرق بصراحه. كل ماتش مهم يعني. انا شايف ان شاء الله باذن الله لاعيبه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك يساند الفرقه الفتره اللي جايه ديت، اللي انت تقدر باذن الله تبقى ماشي مكسب يجيب مكسب بالكلام دوت. ان شاء الله باذن الله تقدر تنافس على الدوري بامر الله. اتكلمت عن لعيبه نادي الزمالك، اللعيبه اللي ما انضموش كان نفسك ينضموا او شفت ان هم بادائهم يستاهلوا ان هم ينضموا لمنتخب مصر؟ هل في لعيبه من متابعتك للدوري المصري ممكن يبقى في اسامي جديده نشوفها في منتخب مصر في الفتره اللي جايه؟ انا كنت اتمنى برضه من زي ما بتكلم على عمر جابر، كنت انا شايف ان عمر كمان عبد الواحد لازم كان يبقى له وجود، كان لازم يكون متواجد. شايف زلاكا ده لعيب كويس جدا من اللعيبه اللي هيبقى لها دور كويس مع منتخب مصر. في اكتر عمر كمال انضم على فكره في القائمه اللي انا بقول لك. انا بقول لك الفتره اللي فاتت ما كانش اللي ما انضموش بقى اللي ما انضموش حد جديد انت شايفه من فرق الجديده اللي لسه لعبت مباراتين بس؟ بص يا حميد، انا ما شفتش القائمه عشان اقول لك مين اللي ما يكونش موجود، بس انا بقول لك في اكتر من لعيب لازم يكون له دور ان شاء الله في منتخب مصر يعني. انا اتمنى اللي نشوف الوجوه الجديده ديت موجوده لمنتخب مصر، واللعيبه تاخد حقها. اللعيب اللي بيطلع اقصى حاجه عنده لازم ياخد حقه في المنتخب.
وانا شايف بقول لك يعني انا شايف ناصر كان لازم يبقى ليه دور في المنتخب. يعني ناصر منسي انا برضو منعاني من الحته ديت برضو ابو حميد. يعني انت ان شاء الله باذن الله ناصر يجتهد ما يقلش عن اللي هو فيه. بس انا بقول لك اهوت لا احنا عندنا طبعا يعني كابتن حسام مش هياخد كل اللعيبه، بس انا بقول اللعيب اللي يجتهد ياخد حقه يطلع اي لاعب في مصر بيبقى امنيه حياته اللي هو يكون متواجد في منتخب مصر. لما بيشوفه بيطلع اقصى حاجه عنده وما بضموش اللاعب بيزعل بينه وبين نفسه بيزعل. بس انا في لعيبه بتبقى لا عندها قوه تحمل وعاوز يموت برضه ويطلع الاقصى حاجه ده اللاعب اللي هو اللي هيكمل في المنتخب. بتمنى لهم طبعا كل اللعيبه تكون موجوده واللاعب اللي يطلع اقصى حاجه يكون موجود في منتخب مصر. كابتن حماده شرفتنا ونورتنا، سعداء بسماع صوتك وتحليلك وارائك كلها. شرفتنا ونورتنا كابتن حماده طلبة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا. طيب كان مهم جدا ان احنا نكمل كلامنا مع الكابتن حماده طلبة. في امر تاني، كان بعض الناس شافت تصريحات جوزيه جوميز ورايه في ان القايمه هو عايز يعلنها او ما يعلنهاش، هذا شانه وده امر يخصه. بتضايق انا من ايه بقى؟ من ان الناس اللي دائما وابدا بيطالبوا بان كل واحد حر وكل واحد يبص في ورقته، كل واحد الراي اللي هو عايزه يقوله طالما مش هيضر حد تاني. بلاقي نفس الناس يقوموا طالعين ومايلين لك خلاص بطلت قوي موضه ان القايمه تتاخر والقايمه ما تتاخرش وعادي ان الناس كلها تشوف القايمه بتاعتك قايمه المباراه. انا شايف ان حضرتك لو شايف ان طبيعي كل واحد يبص في ورقته فحضرتك ما كانش حقك ابدا انك تنتقد تصريحات الراجل مثلا في الحته دي، ما فيش حد فوق الانتقاد. ولكن انت بتأمر الناس بالبر وبتنسى نفسك لانك بتقول عادي جدا والموضوع عادي ان هو يقول ما يقولش القايمه بتاعته دي بقى امر بطل. طب ما حضرتك برضو بتحجر على رأيه ان هو مش عايز يخرج القايمة عادي، هذا امره وده شأنه، حاجة ما تخصكش ابدا. خليك في حالك وركز في الوانك، مالكش دعوة بنادي الزمالك ولا بمدرب نادي الزمالك. سهلة اهي ببساطة وبشويش. طيب الناس كلها كانت بتتكلم امبارح عن بعض الحالات التحكيميه، بعض الحالات الجدليه. شفنا النادي الزمالك اتظلم في اول مباراه وجبنا الحالات كلها وسردناها مع حضراتكم يوم الاربعاء اللي فات، وامبارح برضو اتكلمنا وناقشنا نفس الامر. ولكن انت تبص لتاني مباراه برضو نادي الزمالك في بعض اللقطات وبعض الحالات ظلم نادي الزمالك. انا طالع دلوقتي وانا بتكلم وانا كسبان، كسبان 2-0. لو انت بتشكك في جول انا كسبان 1-0. لو انت بتتكلم وانا كسبان 1-0 ما تتحسبليش ضرب الجزاء، فكان في احتمالية ان انا ازود رصيد اهدافي. هتفضل تجيبني يمين، هتجيبني الناحية التانية، انا معاك ومش هكدب عينيا. انت عايز تكدب عينيك دي حاجة ترجع لك. زي برضو احد الناس يعني اللي بيطلوا علينا عبر الشاشات ويطلع ويقول لك اصله ما ضربوش. انا عايز اعرف يعني كم التدليس اللي احنا بنشوفه. الناس شايفه الفاول وشايفه الخطا وشايفه المخالفه ويقول لك اصله ما ضربوش، اصله ما لحقش يعمل مخالفه. انت بتجادل ايه؟ انت بتعارض ايه؟ انت بتكذب عينيك ليه؟ خليك فير كده عشان الناس تتقبلك يعني. فكل ده ظلم بيتعرض ليه نادي الزمالك من الحملة الممنهجة اللي شفناها بعد أول مباراة لنادي الزمالك في الموسم. أول بول كده نرهب الحكام، ده مضمون الحملة، الحملة اللي اتعملت بعد ماتش البنك الأهلي اللي الزمالك اتظلم فيها. مضمونها إنهم يرهبوا الحكام. اوعى بقى في ماتشات نادي الزمالك تديله حقه، ما هو ده اللي احنا شايفينه وده اللي انت عايز تعمله وقدرت تعمله بانك التحكيم خدمك في مباراتك مع زد وفي اخر دقيقتين ما يتحسبش عليك ركله جزاء. كل الناس شافتها ركله جزاء صحيحه الا بعض الناس
اللي مش عايزين يصدقوا عينيهم وبيكذبوا عينيهم، ده أمر يخصهم ويخص ذمتهم ويخص ضميرهم. الناس كلها شافتها ركلة الجزاء. دي بعض الأمور اللي اتمنى إن شاء الله بإذن الله إن ربنا يهدي كده الناس ونشوف تحكيم عادل. هذا ما نرجوه، احنا ما بنطلبش غير العدالة. نادي الزمالك ليه حق ياخده، مش بنطالب إن احنا ناخد حاجة زيادة عن حقنا. طيب تعالوا نشوف أرقام حسام عبد المجيد اللي انضم ليه معسكر منتخب مصر، واتمنى له التوفيق، ونشوف ارقام الراجل اللي ماشي بشكل ممتاز جدا 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 في الفتره الاخيره مع نادي الزمالك. يلا نستعرضهم مع بعض. حسام عبد المجيد مشاركاته مع نادي الزمالك في عدد مباريات كانت 98 مباراه، احرز 7 اهداف. هو مش مطالب قوي ان هو يحرز اهداف، بس الراجل ما شاء الله عليه احرز اهدافه، كانت مؤثره في الدوري اللي احنا دوريين ورا بعض خلي بالك احرزناهم سنتين على التوالي، كان مساعد فيهم بشكل كبير جدا في الموسم الثاني منهم او في الدوري الثاني منهم حسام عبد المجيد مع فيريرا. حصل مع نادي الزمالك على 2 دوري عام، بطوله كاس مصر، بطوله كونفدراليه افريقيه، بطوله كاس السوبر الافريقي مع منتخب مصر الاولمبي، وهو المنتخب اللي هو بيلعب في الفئه العمريه بتاعته. لعب 14 مباراة مع المنتخب الأولمبي، ومع المنتخب المصري الوطني الأول لعب مباراة واحدة. أتمنى له إن شاء الله مزيد من التوفيق في مبارياته مع منتخب مصر، لأنه يستاهل المشاركة والفرصة مش بس الانضمام للمعسكر. تعالوا نشوف التمريرات. لو بنبص مثلا على هامش التطور اللي حصل لحسام عبد المجيد، لما نبص على تمريرات حسام عبد المجيد اجمالا في الموسم قبل الماضي، راجل كان مستوى التمرير عنده بنسبه 87%، الموسم اللي فات 90%، هذا الموسم 91%، فده هامش تطور محترم جدا. لاعب عنده 23 سنه. التمريرات الطويله كانت 31%، بقت 45% في الموسم الماضي. النهارده بتتكلم في مباراتين فقط، نسبة قليلة، نسبة 39%. طيب التمريرات القصيرة 92% في الموسم قبل الماضي، الموسم الماضي كانت 94%، الموسم الحالي 95%، وده هامش تطور مهم جدا في الحتة بتاعة التمريرات القصيرة بالنسبة لي حسام عبد المجيد، وتطوره بشكل محترم جدا فيها. المراوغات، هو مش مطلوب منه انه يراوغ، ولكن راجل لما بتتاح له الفرصة بيعمل ده، وده أمر مهم جدا لأنه جوزيه جوميز بيعتمد على البناء، بناء اللعب من الخلف. في الموسم قبل الماضي 67% في حتة المراوغات، الموسم اللي فات 100%، الموسم ده 100% في المباراتين اللي اتلعبوا. الاستلام ده أمر مهم بالنسبة للمدافع، راجل مميز فيه خلال 3 مواسم بنسبة كانت 100% حتى الآن، حتى بعد المباراتين اللي اتلعبوا في دوري هذا الموسم. لكن دي أرقام حسام عبد المجيد اللي اتمنى له كل التوفيق مع منتخب مصر بإذن الله. تعالوا نروح مباشرة كده لأخبارنا. عندنا خبر مهم جدا من مباراة هياخدها نادي الزمالك إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي الموافق 15 نوفمبر الجاري، مباراة اعتزال كابتن خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي. مباراة هتقام بين نادي الزمالك والنصر الليبي. كابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وافق على المشاركة في هذه المباراة، مباراة اعتزال كابتن حسين خالد حسين. تولى كابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة، أتم كل الاتفاقات على كافة تفاصيل هذه المباراة. من المقرر ان بعثة نادي الزمالك هتسافر لليبيا يوم الاربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي المستضيف لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية يوم الجمعة المقبل. الونش
جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك اطمن على الحالة البدنية والجاهزية الفنية لمحمود حمدي الونش نجم دفاعات نادي الزمالك ومنتخب مصر، ده بعد ما اتأكد من قدرة اللاعب على المشاركة، خاصة انه كان رافض المجازفة بيه في الفترة اللي فاتت، رغم ان الونش كان بيشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية. الراجل فضل ان هو ما يجازفش بيه عشان يحافظ عليه. بعد معرفة موقفه من الجهاز الطبي برئاسة دكتور محمد أسامة، خلاص الراجل اطمن عليه، جوميز اطمن على الونش، وان شاء الله نشوف الونش في الفترة اللي جاية مع نادي الزمالك، احد اهم المدافعين اللي مروا على تاريخ نادي الزمالك. تتكلم على مدافعين كثر، تتكلم على كابتن أشرف قاسم، تتكلم على كابتن إبراهيم يوسف، تتكلم على اساطير في الحته دي، بتتكلم قبلهم كمان كابتن محمد توفيق وكابتن يكن، بتتكلم على كابتن هشام يكن، بتتكلم على لعيبه كبار جدا. لازم لو هتختار 10 مدافعين على مروا على تاريخ نادي الزمالك، كابتن مدحت عبد الهادي طبعا طبعا قلب الاسد، هتختار برضو منهم الونش اللي بنتمنى له ان شاء الله يرجع سالم معافى لنادي الزمالك والمشاركه في المباريات. طيب عندنا خبر كمان مهم، ويمكن احنا عايزين نقول لحضراتكم بالتفصيل، خماسي نادي الزمالك اللي انضم لمنتخب مصر اللي هيخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات كاس امم افريقيا المغرب 2025. تعالوا نستعرض مع حضراتكم كده القايمة مرة تانية، قايمة المنتخب كاملة. في حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، والمهدي سليمان. خط الدفاع احمد رمضان بيكهام، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، رامي ربيعه او محمد احمد ربيعه، محمد حمدي، احمد نبيل كوكا، واحمد عيد ومحمد شحات. في خط الوسط محمود صابر، عمر كمال، مروان عطيه، محمود تريزيجيه، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، ابراهيم عادل، محمود زلاكا. خط الهجوم مصطفى محمد واسامه فيصل. كان نفسي بصراحه اتكلم على مرموش، واحد من اهم اللاعبين في اوروبا حاليا، اكثر مساهمه في الدوريات الاوروبيه كلها. عمر مرموش اون فاير، راجل من اهم اللاعبين في اوروبا كلها، اهداف اللي احرزها على صعيد البوندسليغا الدوري الالماني، وعلى اليوروبا ليج مع فريقه اينتراخت فرانكفورت. راجل ماشي بشكل ممتاز جدا، وعلى خطى محمد صلاح شايفين مرموش رايح للحته بتاعته. خلي بالك عنده اكتر من عرض في الدوري الانجليزي، ابرزهم ليفربول وتوتنهام، ولكن الاقرب ممكن يبقى ليفربول اللي ممكن يخلص صفقة مرموش في الفترة اللي جاية. ومرموش زق نفسه كده في وسط اللاعبين الكبار في أوروبا، وكمان لو بنتكلم على الصعيد الإفريقي حط نفسه في مكانة متقدمة مع محمد صلاح ومع أشرف حكيمي، اللاعبين الأكثر قيمة تسويقية، بقيمة تسويقية وصلت 40 مليون يورو. دي كل أخبارنا، تعالوا نروح لفاصل قصير. بعد الفاصل هستقبل أحد أهم رؤساء نادي الزمالك عبر تاريخه، الدكتور كمال درويش في زملكاوي. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. يعتبر الدكتور كمال درويش أحد أبرز من تولوا رئاسة نادي الزمالك عبر تاريخه، وواحد من الرموز الإدارية التي تركت بصمات واضحة في مسيرة الكيان الأبيض. كمال درويش من مواليد 9 مارس من عام 1942 في محافظة بورسعيد، وبدأ عشقه للعبة كرة اليد في المعهد العالي للتربية الرياضية قبل أن يمارس اللعبة في نادي سبورتينج، ثم الخروج لبعثة في ألمانيا، حصل خلالها على درجة الماجستير ثم الدكتوراه، وتولى تدريب فريق كرة اليد بنادي الزمالك وهو في 29 من عمره كأصغر مدير فني عبر تاريخ اللعبة في مصر، وقاده لألقاب ثمينة على مدار عدة مواسم، صانعا تاريخ من ذهب.
وتولى الدكتور كمال درويش رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة من عام 1996 وحتى عام 2005، كذلك عاد في عام 2013 لتولي رئاسة القلعة البيضاء بقرار وزاري. ونعم الزمالك بالاستقرار الفني والإداري خلال ولاية كمال درويش، وشهدت جميع الألعاب الرياضية طفرة غير مسبوقة، وحصدت شتى الفرق داخل 100 عقبة الألقاب، وعانقت الكؤوس وظفرت بالتتويجات. إنجاز غير مسبوق حققه فريق الكرة بنادي الزمالك خلال رئاسة الدكتور كمال درويش للنادي، وذلك في فبراير من عام 2003 باعتلاء عرش الأندية على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، بعد سيطرته بالطول والعرض على الألقاب المحلية والقارية والإقليمية. ونجح الزمالك خلال عامي 2002 و2003 في الجمع بين 7 ألقاب وضعته في قمة جدول ترتيب أندية المستديرة على مستوى العالم. فترة ذهبية وطفرة عملاقة عاشها نادي الزمالك في شتى الألعاب الرياضية وفي كافة الأعمار السنية خلال تولي الدكتور كمال درويش رئاسة مجلس إدارة النادي ما بين عامي 1996 و2005، بالإضافة إلى الفترة المؤقتة ما بين عامي 2013 و2014، وحصد النادي خلالها 1186 لقبا على مستوى 24 لعبة في إنجاز تاريخي. ونجح فريق الكرة بنادي الزمالك خلال ولايات درويش في تحقيق 16 لقبا متنوعا ما بين محليا وقاريا وإقليميا. كمال درويش الرمز الشامخ في تاريخ نادي الزمالك بإنجازات خالدة وأخلاق رفيعة ومواقف نبيلة رسخت قيم ومبادئ الكيان الأبيض العريق. اهلا بكم من جديد في زملكاوي، وصلنا للجزء الثاني من حلقتنا اللي مشرفنا ومنورنا فيه الرمز الشامخ كما قال هذا التقرير الدكتور كمال درويش احد اهم رؤساء نادي الزمالك عبر تاريخه. يا دكتور مشرفنا. اهلا وسهلا. منورنا ومشرفنا. الله يخليك. وطمنا على حضرتك. كله تمام الحمد لله. الحمد لله. الحمد فين حضرتك دلوقتي؟ وقت في الدنيا. حضرتك فين؟ لا في طبعا في الجامعه الكليه، وفي الوزارة كمسؤول عن اللجنة العلمية الاستشارية للوزارة بشكل عام. يعني بشكل عام في البداية كده، شايف الفترة الأخيرة في نادي الزمالك إزاي؟ شوف، هو الحقيقة يعني الفترة دي فترة حساسة جدا ودقيقة جدا، لأن الوضع المالي والتنظيمي فيه مشاكل كتير فنتج عنها عدم استقرار، يعني كذا لجنة في مشاكل مالية ومشاكل إدارية، فالله يكون في عون مجلس الإدارة. يعني لأن الحقيقة الرياضة أو أي عمل في الحياة يعني بيحتاج استقرار، وبيحتاج الدنيا تبقى هادئة حتى يستطيع متخذ القرار ان ياخد قراره الصحيح. فدي فترة يعني نقول الحمد لله انها انتهت ببطولة ابطال الكؤوس ثم بعد ذلك السوبر افريقيا. صحيح. يعني الحقيقة انجاز يحسب لمجلس الادارة، انا مسميه المجلس الادارة الراقي اللي موجود حاليا في تحت المسؤولية إدارة نادي الزمالك. كيف تقيم عام من تولي هذا المجلس إدارة نادي الزمالك؟ بطولتين قاريتين، كأس الكؤوس أو الكونفدرالية الإفريقية بمسماها الجديد وسوبر الإفريقي، وطبعا حل مشاكل مالية تخطت المليار جنيه. يعني زي ما سيادتك قلت كده، يعني تخطت المليار جنيه في ظل في ظل ظروف اقتصادية صعبة. لكن في طبعا حقيقة مجهود مبذول كبير جدا، وفي برضو ناس منتمية للنادي بالساعات، وفي ناس جوه المجلس بالساعات، وانا شايف يعني
الرقي اللي موجود عليه المجلس والهدوء اللي حاليا بيتميز بيه نادي الزمالك لازم يستمر، لازم يستمر بنفس الطريقة عشان يقدروا يدوا إنجاز أكتر. وملاحظة بقى عدم حدوث نفس المواقف يعني خاصة بالنسبة للاعبين ولاعبي الكرة على وجه التحديد وبقية الألعاب، لأن في الوقت لاعبين أجانب موجودين كتير في كل الألعاب، هي عاوزة يعني نظام محكم وبعد عن التصريحات زي ما هو الوضع يعني، وزيادة يعني يبقى في زي ما حصل دلوقتي متحدث بيتكلم، بس كمان لازم المتحدث يبقى بينقل فكر المجلس بشكل دقيق يعني ما يخلوش شخصي، لان ده شيء مهم جدا كمتحدث رسمي انه ينقل فكر المجلس مش فكره الخاص. صحيح، هو منصب مهم جدا زي ما حضرتك قلت، نقل دقيق لكل شيء. شايف نادي الزمالك في اول سلمه بالنسبه لمجلس الاداره الحالي انه يخطو خطوات ناجحه في الفترات اللي جايه او في باقي السنوات المقبله يعني من هذه الفتره الانتخابيه؟ هو طبيعه شغل نادي الزمالك بيبقى مجلس الإدارة متواجد على طول، ورئيس مجلس الإدارة يجب أن يكون متواجد. دي ورثنا هذه العملية من أيام الكابتن حلمي رحمة الله عليه، الله يرحمه، يعني لازم الرئاسة تبقى موجودة. هو في العادة المفروض مش كده، المفروض في جهاز فني وإداري بيدير ويعرض على مجلس الإدارة، لكن في نادي الزمالك لازم الرئيس موجود، لا يتابع بنفسه كل شيء ويغيب مثلا، يبقى عنده اعمال لان هو مش متفرغ، لكن بتحتاج منه المجهود كبير جدا جدا. وجوده في نادي الزمالك يطلب ان هو يحتم على انه لازم يبقى متواجد، لازم. دي عملية صعبة، هذا قدر نادي الزمالك، خلي بالك، وهذا قدر رئيس عملية نادي الزمالك. عملية صعبة فعلا، عملية صعبة الواحد بيجربها يعني، صعبة جدا. كيف أدرت نادي الزمالك في فترة كانت انتخابية في البداية في نهاية التسعينات والفترة الثانية حتى بالتعيين؟ دكتور كمال درويش أحرز أو مع نادي الزمالك تحت قيادته ورئاسته أحرز 2 دوري أبطال إفريقيا، غايبين عن نادي الزمالك بقى لهم فترة كبيرة جدا، يمكن آخرهم 2002 2003 مع الرجاء. والفترة دي كلها نادي الزمالك محتاج إيه عشان يستعيد هذا اللقب الغالي؟ هو إن شاء الله يستعيد، يعني إنك أنت عندك جمهور مؤمن بيك ووراك وبيساند، جمهور ضخم يعني، جمهور عظيم فعلا يعني، حتى برغم المشاكل اللي حصلت في الفترات السابقه، لكن الحقيقه الجمهور كان هو البطل الاول اللي حافظ على كيان نادي الزمالك، وانا شايف ان الشغل ماشي بشكل كويس يعني ما احناش بعيد، بالعكس يعني الفتره الاخيره تم تعاقدات كتير في الألعاب المختلفة مش كرة قدم بس، وبالتالي الموسم الجاي إن شاء الله بإصرار الإدارة واللاعبين هيبقى موسم إن شاء الله لو استمرينا بهذا الهدوء نقدر نحقق نتائج كويسة. نروح لفريق كرة القدم، شايف إزاي تتويجنا الزمالك بالكونفدرالية والسوبر الإفريقي؟ بتبدأ موسم جديد، بتاخد سوبر افريقي، ازاي يفرق مع الفريق والنادي ككل في بدايه موسم؟ يا عوده روح، عوده الانتصارات، عوده الروح على طول. في فرق كبير جدا انك انت تبتدي موسم وانت خسران، وفرق كبير انك انت تبقى كسبان، دي بتدي ثقه كبيره. كمان في نفس الوقت اللاعبين الموجودين في المنتخب عدد كبير،
منهم من الكيانات الجديده اللي جت انضمت يعني. صحيح. العناصر الجديده. العناصر الجديده اهو. فده تفرق كتير يعني. كمان شكل الفرقه بقى تقلت يعني. تقلت وفي ثقه، مدير فني متميز يعني حاطط دماغه في الشغل، واضح يعني بشكل واضح، مهتم باستمراريه يعني. لما حصلت مشاكل في الملعب لا اهتم ان الولاد تقعد في الملعب، ودي مهمه جدا يعني. في اصرار منه على انه يستكمل مسيرته، وده مهم يعني. هو ده اللي هيجمع الفرقه ومش هتخرج، لان يعني برضو من خلال خبرات مجلس الاداره كمان قريب من الفرقه، ده مهم جدا. لازم يدي الثقه للاعبين، ولازم المشاكل الماديه تتحل. لازم، لانها بتاثر تاثير سلبي، وطبعا في ظل نظام الاحتراف صعب يعني، صعب انك انت الناس ما تاخدش مرتباتها، لانها بقت حياه يعني، بقت مهنه. صحيح. فما دام بقت مهنه يبقى يطبق عليها كل عناصر المهنه يعني. في تعاقد لازم نلتزم بشروط، الكلام ده كله لازم يتم على كل الاصابع. صحيح. لان من غير كده الدنيا تتحل منك. اعتقد ده حاصل مع مجلس الاداره الحالي، وموفر ده بالنسبه للاعبين وللجهاز الفني. ومهم جدا كنت اسال حضرتك عن تجربه جوزيه جوميز. عجبني جدا في كلام حضرتك انه راجل مصر على استمرار النجاح. مش راجل زي ما بنقولها كده باللغه العاميه الدارجه انه راجل جاي بياكل عيش، لا. اول لقبين قاريين في مسيرته التدريبيه حققه مع نادي الزمالك، الكونفدراليه والسوبر الافريقي. شايف ازاي تجربه جوزيه جوميز مع نادي الزمالك؟ انا شايف ان كل مباراه بتختلف يعني. يعني كل مباراه ماشيه في تقدم من ناحيه المهاريه ومن ناحيه الخططيه. وطبعا لازم الدفع بوجوه جديدة، بس مش مرة واحدة. صحيح. تدريجيا. لان الولاد اللي في المرحلة بتاعت الفريق القومي للشباب يعني مميزين جدا، وعملوا نتائج على مستوى دولي يعني في الاولمبياد. صحيح. مستوى عالي جدا في الاداء يعني. دول لازم يعني يبقوا موجودين يعني. وانا بتصور الدفع بالناشئين تدريجي كل سنه واحد اتنين هتفرق كتير بعد كده في عمليه التعاقدات. يعني ما بقاش انا متعاقد كل الناس، طب وفين قطاع الناشئين؟ صحيح. يعني ولازم يبقى في سيستم موجود في قطاع الناشئين من ناحيه العمل الخططي والعمل التكنيكي، وان لازم يبقى في محاضرات، ولازم يعني يبقى في صحوه مره تانيه في كيفية وضع البرامج التدريبية وتقسيم الفرق والتربية. لأن السلوك الحقيقة، السلوك الغير سوي ده مش مطلوب، لأن الشباب دول بيبقوا قدوة للشباب اللي بره اللي ما بيلعبش رياضة. فدي مهمة جدا مرحلة الناشئين، السلوك الخلقي. اه طبعا مهم جدا، فيها الجانب التوعوي والتربوي جداً. والسلوكي جدا. وهو ما فيش دلوقتي تشكيل لفرقة ما فيهاش اخصائي علم النفس، ما فيهاش اخصائي التغذية، ما فيهاش اخصائي سلوكيات. صحيح. ما فيهاش اخصائي عقلي. صحيح. يعني الامور دي كلها بقت اساسية في فرقة يعني. انت ما تتفرج مثلا على فرقة زي فرقة مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، هتلاقي 16 واحد قاعدين، بس كل واحد عنده شغل. صحيح. مش بيتفرج. كل واحد عنده شغل مش بيتفرج. وفي واحد بينقل المعلومات. وفي كوتش بيجي يقعد جنب الواحد ده يسمع الرأي. صحيح. الناتج من التحليلات. يعني الموضوع بيتم دلوقتي بشكل علمي، ما عادش يعني ما عادش جري لفتين وشوف
شويه تمرينات. الموضوع اختلف. الموضوع اختلف، الموضوع بقى فيه ضخ اموال ضخمه طبعا، لازم تجيب عائد، ولازم نسرع في عمل شركه رياضيه. مهم جدا الفتره اللي جايه، مهمه جدا، مهم جدا، وهي دي الحل الوحيد للنقص او للدعم المالي. متخيلها ازاي يا دكتور؟ لا هي لها اجراءات. يعني قانون 71 لسنه 2017 حدد اجراءات ازاي تعمل شركه خاصه بكره القدم، خاصه بلعبه واحده، خاصه بمجموعه العاب. لان نظام النادي مش هيمشي كده. يعني عندنا نظام فريد مش موجود في العالم. يعني مفيش نادي رياضي، نادي ريال مدريد مفيش مبنى اجتماعي. يعني الناس بتجيش تقعد، الناس تيجي تحضر الماتشات بس. أو ملعب سانتياغو برنابيو فقط. وحتى الانديه الكبيره كمان مش كلها عندها ملاعب. ومش كل الالعاب. صحيح. ومش كل الانشطه. يعني نشاط ثقافي ونشاط اجتماعي ورحلات وخدمات ونادي نهري ونادي يعني الوضع في مصر عندنا مختلف. ما هو جاي من نظام نظام اقتصادي. يعني انت كنت في نظام اقتصادي اشتراكي، نقلت بقيت في نظام راسمالي او نظام اقتصادي حر. النظامين مختلفين. يعني انت الاول كانت الدوله هي اللي بتدفع كل حاجه، الوقت الدوله غلت ايدها خلاص ما تدفعش في الانديه. ممكن تعمل منشاه، ايوه، تزود يعني منشاه، لكن مش تدفع فلوس تعمل. فانت لازم تدور على مصادر دخل جديده تقدر تتحمل الميزانيات الضخمه. لو ما اشتغلتهاش زي اصولها هتقع، هتفضل طول عمرك مدد ايدك، ما ينفعش. هأكرر السؤال تاني اللي هو حضرتك شايفها ازاي بعد ما يبقى فيه شركة كورة، هتريح نادي الزمالك في ازاي في مخيلة حضرتك؟ متخصصين، ادارات متخصصين. يعني النادي اللي هو العضوية العاملة والكلام ده بينفصل عن الشركة نشاط كرة القدم. طبعا يعني اللي عاوز يدخل في النشاط ده ليه طريق اخر. اما الحضور وممارسه الانشطه الاجتماعيه والثقافيه الى اخره، ده نظام النادي في اتجاه اخر مش اتجاه رياضي. الاتجاه الرياضي عاوز اعداد فني على مستوى عالي، عاوز اجهزه حديثه تبقى موجوده، عاوز فنيين على اعلى مستوى عشان تقدر تطلع نتائج وما تحتاجش تروح تشتري. صحيح. لازم سيستم التكتيك يبقى من الناشئين حتى الكبار، العمل الخططي من تحت لغايه فوق ماشي على نفس الوتيره. وبعدين يعني كان زمان ما فيش كتب في الرياضات المختلفه، دلوقتي في مئات الكتب. يعني وفي مئات الدورات، واللجنه الاولمبيه بتعمل دورات، الأكاديمية الأولمبية، النقابة المهن الرياضية بتعمل دورات. يعني اللي عاوز علم يتفضل. أيوه. لكن ما يمشيش، ما تمشيش الدنيا بالشكل اللي قبل كده. مش هتمشي. هتفضل طول عمرك مدد إيدك، ما ينفعش. أنت لازم تستثمر الكيان بتاعك استثمار جيد. والدولة والقانون إداك هذا الحق. ما كانش قبل كده مسموح. فلازم الحاجات دي نستعجل فيها. يعني مثلا حضرتك يعني لغاية الوقت ما انتش نادي محترف. او ما فيش نادي في مصر محترف، إيه اللهم الا نادي او ناديين اللي بادئين كشركة او كنشاط، يعني لو نادي مش محترف مش هتشترك في البطولات الافريقية. ما هو ده حصل بعد مسابقة الكرة النسائية، عشان ده كان شرط رئيسي ان تدخل بطولات القارة، والميزانية تبقى محددة ومخصصة، والمصادر الدخل تبقى معروفة وتغطي النشاط. في حاجات أساسية مش موجودة. يعني ممكن بتتعمل يتوافق عليها عشان الدنيا تمشي، لكن لازم تتعمل، لازم تتعمل بشكل علمي. صحيح. كامل. ويبقى فيه متخصصين يديروا. يعني مجلس الإدارة يدي قرارات، اللي ينفذ القرارات
التنفيذيين من اول مدير تنفيذي وانت نازل، لكن مش روح بنفسك. وانت المفروض متطوع صحيح، لا تاخذ اجر من العمليه دي. طب هتجيب فلوس منين؟ لازم تروح شغلك. هتوقف في العمل بتاعك، طب تعيش ازاي؟ مش عندك اسره وعندك ولاد وعندك حاجات لازم مصروفات بتعملها، هتجيب فلوس منين؟ فالحل في شركه كره القدم طبعا، لابد شركه وتاخد الوضع المؤسسي. وضع مؤسسي يعني يبقى في مدير مسؤول. مين اللي مسؤول يمر على الالعاب دي؟ مين يجمع ويشوف النتائج ويقارنها ويعمل لها ويعرضها على مجلس الاداره؟ صحيح. انا اعتقد كمان ان مجلس اداره نادي الزمالك الحالي بصدد ان هو ماشي في هذه الاجراءات. ده ضروري ضروري، لانهم كمان برضو رجال اعمال لازم يروح شغله. صحيح. يعني لازم يروح شغله. والا يعني هيبقى في صعوبه. عايز اسال حضرتك كمان، وانت بتتفرج على نادي الزمالك، مين بيعجبك دلوقتي في الصفقات الجديده اللي ضمها نادي الزمالك الفتره الاخيره؟ شوف، هو المشكله في المجموعه الموجوده او حتى في كل الانديه، الاداء مش ثابت. يعني في متغيرات كتير بتتدخل وتؤثر على الاداء. كمان التحكيم لازم يبقى فيه نهضه شويه. ده قصة كبيرة، التحكيم لوحده. طب ما هو الأساس. الواحد شايف مشاكل يعني تحكيمية. يعني أنت الوقت الخطأ بفورة. يعني الخطأ في خسارة مالية ضخمة. طبعا. فما ينفعش يبقى الحكام هواة. أنت عامل نظام احتراف. صح؟ صحيح. نظام الاحتراف ده اللي بيشتغلوا بس اللعيبة من خلال عقود. أو الباقي. أيوه. لازم كله يبقى محترف، كله يبقى محترف، عشان تعمل مستوى أعلى. أنت إيه رأي حضرتك في الأزمة؟ لكن مثلا اللي أنا أدرب مرة في اليوم، وبعدين أروح أسهر، ولا أروح أفتتح مطعم، ولا أروح أجامل محل ملابس، أيوه. في إيه؟ لا، النظام. ومحمد صلاح خد بالك قال هذا الكلام، قال هذا الكلام كتير، واحرز هدف من شويه في اصل احنا كنا متابعين والله. انت حضرتك متابع بقى تشرفنا. ومانشستر سيتي كمان خسر النهارده 2-0، وليفربول تصدر الدوري خلاص بفارق خمس نقط. الله عليك. بتحب ليفربول في الدوري الانجليزي؟ عشان مو صلاح. ايه رايك في صلاح، تجربه صلاح؟ تجربه صلاح هي تجربه لاعب محترف. بس هو عملها لحاله. ودي قيمته العقليه. لكن هو اللاعب المحترف هو كده. ايوه. يعني كل اللي بيلعبوا في النظام الاوروبي ده اللي هو المحترفين كلهم نفس الصياغه. يعني هو بيروح النادي الصبح الشغل، يدخل يريح، يفطر، يعمل تمرينات، يقعد جلسات، يخش في محاضرات، يدخل التدريب، يعمل بعد التدريب استشفاء واستشفاء الحاجات دي كلها، ويستعيد تاني ويروح. شغال لاعب كرة قدم هو كده مهنة طبيعي. وبعدين هذه المهنة انت بتجتهد فيها وبتستخدم جسمك. يعني لو ما اتعملش صح، التقنين بتاع الاحمال بشكل صحيح تدمر الاجهزه الخاصه بك. وعشان كده بيطلب فلوس كتير طبعا. ما شاء الله صلاح لان هو الفتره نفسها فتره محدوده، فتره اللعب، ولازم هتبطل. فدي لازم بتعمل حسابها. فهو النظام ده نظام الاحترافي مش موجود. ركح حضرتك شايف محمد صلاح هو صنع
نفسه بنفسه بالتزامه بامكانياته. وعمر مرموش. عمر مرموش طبعا طالع ما شاء الله عليه السنه دي الحقيقه. يعني انا اتركت له فرانكفورت هو يعني حاجه مستوى عالي جدا، متنوع كمان ما شاء الله عليه، سريع بيقدر يحرز اهداف من فاولات امبارح حاططها في المقص يعني في المقص زي ما بيقول. يعني ما هو ده النظام. يعني لو جبت الشباب دول اللي بيلعبوا حاليا وقعدوا واتكلموا قولوا لنا اليوم بتاعك بيمشي ازاي، جميل، هيقول الكلام اللي انا بقوله ده. صح، لانه ده برنامج. يعني انت برنامج متكامل، نفسي، تغذيه، صحه، حركه، سمات بدنيه، عناصر لياقه بدنيه، معد ذهني، معد ذهني ونفسي، يعني مش سايب حاجه. ايوه صحيح. فانت بتعمل حاجه متكامله في اتجاه لعبه معينه باحتياجاتها. ايوه، كل لعبه لها احتياجات، لها عناصر خاصه، وكل لعبه لها التكنيك بتاعها والتكتيك بتاعها وعدد الساعات اللي بتحصل في التمرين تبقى مناسبه للمباراه نفسها. يعني في مباريات بتقعد ساعات وفي مباريات بتقعد فتره قصيره. صحيح، الفتره القصيره دي يعني واحد بيجري 100 متر يعملوا وقفه في الفسيولوجيا، يقول لك اروبيك وانا اروبيك، يعني معناه ان في وجود الاكسجين او عدم وجود الاكسجين وتؤدي المجهود ازاي. في حاجات كتير كلها علم. هو التغيير اللي حصل في الكليات، قرار رئيس الوزاره ونزلت الوقائع بتغيير اسماء الكليات لكليات التربيه الرياضيه لعلوم الرياضه. صحيح. ليه؟ لان العلوم تشعبت وكلها بتخدم على الانسان. صحيح، ودي اعلى حاجه. يعني بتدخل فيها التشريح والفسيولوجي وعناصر الامان في اثناء الاداء والحركه والسمات والوقت. كمان احنا بنشتغل مثلا في المشروع القومي بتاع الصفوه والاعداد الاولمبياد لوس انجلوس، دخلنا في مشروع الجينوم، شوف السمات البدنيه اللي موجوده والسمات الخاصة الفسيولوجية، هل هيكمل معانا ولا لا؟ هل هيصاب ولا لا؟ هل كثير هيبقى كثير الإصابات ويكلفك؟ استبعده من بدري. يلعب رياضة لكن ما يلعبش رياضة بطولة، لأن دي بيتصرف عليها مبالغ ضخمة. صحيح. يعني اللعيب اللي هو الأولمبي ده بيتكلف من 10 ل 12 مليون دولار. وإحنا مستقطرين مليار، طلعوا في الاخر 9 مليون ونص. شفت التجربه ازاي بتاعت الاولمبياد الاخيره وحصول 3 لاعبين مصريين على ميداليات، جندي ومحمد السيد، شايف الانجاز ده احنا نستحق ونستاهل اكتر؟ لا، احنا في توقعات كانت اكتر. كانت توقعات من 6 ل 10 ميداليات. والتوقعات مش جايه انك بتفكر فيها، لا، هي جايه نتيجه لارقام الاتحادات الدوليه، ترتيب اللاعبين خاصه الالعاب الفرديه. يعني احنا لاول مره بنلعب كوره وفولي وهاندبول، العاب جماعيه. لكن الالعاب الفرديه اللي احنا بنعتمد عليها اللي هي المصارعه، رفع الاثقال، الملاكمه، السلاح طبعا، الرمايه، الفروسية. خلاص هتتلغي الفروسية. لا، هتتلغي من الخماسي الحديث. لكن مسابقة لوحدها. ما زالت يعني. هل ده ممكن يأثر على أحمد الجندي في المسابقات اللي جاية، خصوصا إن هو كان متميز جدا في الفروسية في الخماسي الحديث؟ لا، ده هو كان الفروسية هيقع زي شعبان لما هو نط على الحصان، لأن الحصان بيتاخد بالقرعة. ما دي مشكلة. هو لازم الاولمبيكس انت لازم يوجد مساواه فخلاص لاعب يتعود على الحصان بتاعه. موضوع صعب، فشايف ان دي هتبقى افاده للجندي. طبعا، خصوصا ان هو كسر رقم العالمي وكسر رقم الاولمبي ما شاء الله عليه. ان شاء الله.
فهي العملية يعني انت عندك 10,500 لاعب عشان يروحوا الأولمبياد دول بيحصل لهم اختبارات طبعا. اللي هي بطولات صحيح بطولات خاصة بالاتحادات كل اتحاد ليه تنظيم خاص فانت التنظيم الخاص ده بناء عليه انت بتحدد مستواك وبعد البطولات دي بنشوف الرانك بتاعك انت وصلت لايه بتغير بتغير ولا حاول لا حاول تاني تفعله من خلال اشتراكك في البطولات عايز ارجع لمحمد صلاح تاني ازاي نصنع محمد صلاح ونشوف هذا المثل وهذا القدوة وهذا الكيان اللي اسمه محمد صلاح نقدر ننفذه ونطلع اكتر من نموذج زي صلاح شوف احنا في الوزارة وفي الشباب والرياضة عملنا مشروع كابيتان طبعا تابعته طبعا جميل جدا بقالنا الوقت ده ثالث موسم وخدنا الولاد تحت 14 سنة اللي مش مشتركين في أندية صحيح وده نتج من ان عملية الاختيارات في الاندية عملية مش سليمة اقل حاجة ممكن نوصفها ابسط حاجة ينفع نقولها اقول مش سليمة والمشروع ناجح وخدنا فيهم ناس منهم دلوقتي عاملين معايشة في اندية في اسبانيا وبقية المجموعة اللي اتعملت في خلال سنتين اندية الدوري الممتاز اخدوهم مع ان المفروض هم يطلعوا اكتر صحيح لكن احنا عملنا ده على مستوى الجمهوريه وعملناها في 13 لعبه في 13 لعبه يمكن الضوء والسبوت على الكوره بس عشان باينه الكوره يعني. لا وبان سياده الرئيس بنفسه فخامة حضر ثلاث مرات يعني شاف الموضوع بنفسه فانت الموضوع فيه شغل بيتعمل بس الشغل لازم كله احترافي علمي يعني الوقت بنعمل دورات لاخصائي التغذيه بنعمل دورات لاخصائي علم النفس بنعمل دورات لعمليه التفكير وازاي سلوك بنعمل كمان دورات في اكاديميه ناصر للوعي والادراك بالدول والسياسه والكلام ده لازم يبقى اللاعب ده بيبقى سفير ليك صحيح شوف بقى انت ما بيحصل مشكله بيحصل ايه؟ الناس تفكر ده اصل هو لازم ايه؟ ما هو غلط لو الغلط لازم فيه جزاء كده لازم يبقى عارف تأهيل متكامل انت بالظبط كده فده اللي بيتم في المشروعات القوميه وان شاء الله يعني لها نتائج باذن الله في لوس انجلوس تبقى كويسه جدا يا رب ان شاء الله شفت ازاي نظام الدوري هيتغير بقاله سنين كتير جدا ماشي بشكل النظام هيتغير على الطريقه البلجيكيه الا حته لان بعد الدور الاول هيبقى في 9 بينافسوا على البطوله ولكن بعدد نقاطهم شايف القصه دي ازاي وهل ده فير شايف ده ممكن يبقى بيرسخ مفهوم العداله في المنافسه في الدوري المصري للنسخه دي بص انا عاوز اقول لك حاجه اتفضل مين اللي بينظم المسابقه على مدار التاريخ كده مش واحد طب ينظمها ليه عشان بيعرف يعمل المسابقه مفروض المفروض يا دكتور هل ده كلام دي عباره عن ماده يعني ساعه واحده في الصف الاول في الكليه يعني طريقه الدوري طريقه خروج المغلوب من أول من مره واحده طريقة الطردية كل الطرق دي بتتاخد كلها بساعة سنة أولى سنة أولى بس كده تخيل أنا أعرف ناس اتعينت في مجلس الإدارة عشان بتعرف الموضوع ده والله العظيم والله العظيم هينفع تقول اسمه؟ ثلاثة بالله العظيم لا أنا بقولش أسماء طبعا ماشي لكن هم عارفين نفسهم أيوه وده واقع ده واقع ما ينفعش شايف ازاي التغير في النظام ده النظام ده هل يخدمنا التغير هو عاوز يكسب وقت عشان هو بهدل الوقت تلاحم المواسم ورا بعض يعني انا مش باجم الاتحادات لانهم هم هواه مش محترفين وما ينفعش
ما ينفعش هو يديره محترفين. يا نهار ابيض على العمق الجمله كلها. آه طبعا يا دكتور، اللي بيحكم القصه الكرويه هو هاوي، واحنا بنطالب ان اللاعبين يبقوا محترفين، فلاعبينا محترفين فهو بيحكموا محترفين. ازاي؟ يا نهار ابيض. يعني هو يعني ايه محترف؟ يعني راجل امتهن الرياضه دي كمهنه بيتكسب منها قوت حياته اليوم. صحيح. فقال لك ده يبقى متطوع. اللي هو يدير يبقى متطوع. هو طب متطوع. والسفريات والمرواح والمجي والكلام ده ومتطوع. طب بتتخانقوا ليه؟ بتتصارعوا ليه؟ هو كده مش هيتحاسب طالما متطوع، يقول لك في الاول وفي الاخر انا متطوع، انت بتحاسبني. كويس ان انا قاعد لك. طب على فكره ده تقعد تصرف المبالغ الضخمه دي وفي الاخر تقول متطوع، كارثه. لازم يبقى حد مسؤول ويكون لي اجر. يعني لم تؤهل لمثل هذه القياده من الرياضه. في ناس غير رياضيين، يعني قول الرياضيين مارس الرياضه وعارف مشاكلها وبتاع، فعنده فكره يعني. بيبقى متخصص بقى دارس الكلام ده وبيأكده، يبقى حجم الخسائر قليلة أقل. بدل ما يختار ويطلع الاختيار غلط. ما نجيب واحد يا أخي يختار. يعني أنا بدير النادي مثلا أو أدارت النادي فترة. جميل. في حاجات أنا مش عارفها. أجيب متخصص على مستوى عالي. يعملها وياخد بيد. إنه دي مهنته. هيديني فيها أحسن نتائج، هيجيب لي ربح أكتر. فهي دي قضايا الهوايه والاحتراف. مهم جدا كمان، فرق كبير جدا في الكلام ده. مهم في كلام حضرتك لما سالتك عن القصه بتاع التحكيم، فدي اجابه متصله بشكل كبير جدا بموضوع التحكيم، ان هم برضه هو مفيش حد. ما هو هو وعندهم مشكله كبيره جدا. ايه يعني هي؟ انا كان في عاملين معسكر هم قبل بتاع، فصدف ان انا موجود في المكان. جميل. فبياخدوا رايي. قلت لهم مشكلتكم انتوا مصريين وحكام فاهمين، بس مشكلتك انك بتقول انا من جماهير النادي الفلاني. نقعد على القهوه ويتفرجوا على الماتش مع بعض ويبان الاتجاه الانتماء. طب ازاي انت هتحكم؟ طبعا هنعمل انت عارف في العمل العام، في العمل بقى العام يا دكتور صدر قرار بالمجلس الاعلى للقضاء ان ممنوع القضاء يتولوا عمل عام. كذا مره. ايوه. وبعدين يسترسلوا وبعدين يرجعوا تاني يشيلوا القرار. انك انت بتقعد قاضي يعني مخك كله في اعطاء الحقوق لاصحابها. فاللي وصل ليه التحكيم المصري موضوع كارثي. يعني لازم شايف ازاي لازم ينسوا حكايه سبب الانتماء. الانتماء خالص. وهم اللي بيقولوا، ما الناس بتعرف، ما الناس جماهير. ايوه. يعني انت دلوقتي تقعد في حته شعبيه. ايوه. متقسمه. ده تبع كذا وده تبع كذا، وبعدين على القهوه بيتكلموا نفس الكلام. أيوه. طب ما ينفعش تقعد على القهوه. ما ينفعش تفصح. عشان الناس حتى ما تاخدش الكلام بشكل عكسي. هذه قضية تحكيم، لكن هم حكام متميزين. فاهمين؟ شايف والدليل على ذلك انهم بينقضوا بعض. ده يطلع في القناة دي ينقض الثاني وده. يعني فاهمين؟ ما دي كارثة. كوارث كتير. هو طب الفار، الفار ده المفروض دخل ليضيف ويضفي شيء إضافي من العدالة على موضوع التحكيم. صحيح. شايف الفار ده نعمه ولا نقمه يا دكتور؟ لا طبعا نعمه. طب ليه احنا مش قادرين نستغل النعمه اللي موجوده؟ لان واحنا قاعدين على الفار مش واخدين بالنا. ده معقول يعني كده التبرير معقول؟ لازم اخد بالي اركز. ايوه. مش كده ولا ايه؟ هو كده. لازم اركز عشان ما اجيش يعني يحصل حاجه مش مظبوطه. يعني الواحد يقوم بعمله صح. واجبه صح. دي نصيحة حضرتك بتنصح الناس دي؟ طبعا. انت في التنس الوقت
أو في الكرة الطايرة أو في الباسكت بول. بيعيد قدام الناس. صحيح. مش بيعيد في أوضة. لا، بيعيد قدام الناس. الكورة أوت في التنس على الخط، بره الخط. شفافية، في شفافية. بالظبط، هو كده، هو القاضي كده. طبيعة الشغلانة نفسها. لازم يدي صاحب الحق حقه. يقاتل عشان كده. طيب، عندنا مشوار تاني كده هنخوضه أنا وحضرتك. بعض التصريحات سابقة لحضرتك هنقولها وحضرتك تعقب عليها. حضرتك قلت تصريح كان مفاده مصطفى مراد فهمي اعترف بمساعدة الأهلي في نادي القرن بين ضفرين. حضرتك قلت هذا التصريح؟ في أثناء انتخابات النادي الأهلي قال كده. ما معناه؟ كانت القصة دي ازاي؟ هي القصة ان اتغيرت لائحة تحديد المسابقة. امتى بالظبط؟ لان الناس في سنة ما عندهاش المعلومات تقريبا كافية. 94 95 في الحدود دي. احنا فوجئنا بالحل. ما فيش حاجة وصلتنا. يعني الشروط دي المفروض تبقى موجودة من بدري وتوصل للأندية ومجالس الإدارة يبقى عليها الاطلاع عشان تعرف. ايوه. حاسب ازاي؟ فاللائحة دي ما وصلتش. لأن في نفس الوقت معهد الإحصاء التابع للاتحاد الدولي أعلن نادي الزمالك نادي القرن. وأنا مش عاوز الحقيقة أخد يعني الموضوع ده. يعني اللي ضدي يقول أنت يعني تغاضيت عن الكفاح في أنك أنت تجيب نادي القرن. لكن هي قواعد اتعملت في عدم وجودنا. بس. فانت اتفاجئت بيها، ولا انت كنت عارف ان في مسابقه القرن، ولا عندك فكره، ولا اي حاجه. مفيش ادنى عندك معلومات. هي حاجه مفاجاه جت. حضرتك بتقول معهد الاحصاء بالفيفا اعطى لقب نادي القرن لنادي الزمالك. هل وصل مستند او مكاتبه من معهد الاحصاء وال ونشرته كل وسائل الاعلام في حينه يعني. وبعدين يا سيدي احنا عوضناها. احنا خدنا النادي رقم واحد على العالم في فبراير 2003. اكتب كده. ايوه. وكمان لو هي في البطولات هو النادي الزمالك يعني الاكثر تتويجا للبطولات. المجادله المجادله في الموضوع ده يعني ما عادتش يعني ذات قيمه يعني. حقيقي. يعني أنا بعتبرها إن كل واحد عارف هو إيه. ده حقيقي، بس حضرتك شاهد على التاريخ وعلى هذه عشان كده بقول الفترة الزمنية. عشان كده ما بيسأل بضطر أقول. قلت طبعا. آلاف المرات وقلت هاي. الموقف آلاف المرات. لكن ما فيش ما يمنع. وإيه المشكلة يعني؟ طب هما المشكلة ما عند المشكلة عند الجانب الآخر إن نادي الزمالك هو نادي القرن باعتراف معهد الإحصاء الخاص بالفيفا. هو بقى ال هذا التنافس الشريف ما بين القلعتين الرياضيتين في مصر الأهلي والزمالك بينعكس أثرها على مستوى أداء المنتخبات. جميل. تعال نروح للصراحة كمان كان مهم جدا. انتقال حسام وإبراهيم حسن لنادي الزمالك يستحق وصف صفقة القرن. ده مش أنا اللي قلت، الناس كلها اللي قالت. بالظبط. الأربعين ألف اللي جم حضروا أول تمرين في ملعب نادي الزمالك. فحسام وإبراهيم الحقيقة كانت صفقة مميزة وأثرت على النتائج. تعال نروح لتصريح كمان. حضرتك قلت لن أخوض انتخابات الزمالك والبناني ليس أهلاويا. طبعا دي ساعة ما تعين يعني في اللجنة الأخيرة في اللجنة ما قبل الأخيرة. هذه يعني الفترة الانتخابية الجمعية العمومية وكده. وأنا ما خدتش. أيوه صحيح. طيب حضرتك قلت كمان اللي بعده على طول يا جماعة نشوف التصريح اللي بعده. فاروق جعفر صاحب قرار الانسحاب في مباراة
الخمس دقائق، ولذلك اتخذنا قرارا فوريا بالإقالة. صحيح. كواليس القصة دي كانت ايه؟ في حكم كان أجنبي وطرد أيمن عبد العزيز بعد الدخول في المباراة. مارك كان اسمه مارك الفرنسي، مارك بقى. وسبب تعييني أنا كمان كان برضو انسحاب تاني تم الحكم، ناسي أنا طبعا الاسم، في المجلس البستشار جلال إبراهيم رحمة الله عليه، فمرضوش يلعبوا، سحبوا اللعيبه. دي اتحل فيها مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة النادي. وعين الانسحاب ده مبدأ مرفوض يعني في الرياضة، مبدأ مرفوض. حضرتك كمان كان ليك، يمكن ده آخر تصريح هستعرضه مع حضرتك، بعد موقف كابتن حسام حسن مع حجازي، حضرتك قلت ما ينفعش اللي عملته، كان كلام حضرتك موجه للمدير الفني ليه منتخب مصر كابتن حسام حسن، قلت ما ينفعش اللي حصل ما بين كابتن حسام حسن وحجازي. هذا هو التصريح. حضرتك كنت شايف الموقف ازاي؟ انا شايفه كمدرب. يعني انا مسكت منتخب مصر سنه 74 تقريبا. ايوه. في اول بطوله كانت في تونس، اول بطوله الاتحاد الافريقي لكره اليد. ايوه. فأنا خدت مجموعة من اللعيبة الكبار مع المجموعة الجديدة اللي بتشتغل تكتيك حديث يعني. ماشي. هم كانوا في سني. يعني كان حتى بيطالبوني ساعات، كان لسه معايا كابتن طه الشافعي. طبعا سيادة اللي هو مهندس طه الشافعي. أيوه. وكان ده كابتن منتخب مصر. قالوا لو هتاخدنا لازم نلعب. فمن الاول قول لنا. حلو. الاول قول لنا. فده رايي شخصي. رايي شخصي بمعنى ايه؟ انا جايب لاعب كبير، يا اما هستخدمه وافهمه واتفق معاه، يا اما ما اجيبوش. من حق الاختيار. ومين حقه الاختيار؟ هو المدرب اللي بيقوم بهذه العمليه. فلازم ده يتحدد من بدري، يوم ما يحصلش مشكله. أنا هستخدمك في كذا كذا كذا. ومش كل الوقت. بس حجم خبرتك يأكد عليها إن أنا لازم أجيبك، لأن ممكن أحتاجك. صحيح. أو أنا هحتاجك بشكل دائم. ما هو ده كبير مش صغير. طبعًا. أحمد حجازي أكيد مدافع. لا يعني أي لاعب كبير. يعني عشان هي دي كانت القصة يعني. لكن أنا بتكلم على نظام تدريب منتخبات. حضرتك شفتها من منظور مدرب مع اللاعب بتاعي، لاعب كبير عنده خبره، يبقى في شفافيه من البدايه، انا هحتاجك في الوقت الفلاني او هحتاجك على طول، او مش هحتاجك مش هضمك. بالظبط. وفي نفس الوقت دي خبره انا بستثمرها كمدرب. في التحكم جوه الملعب. صحيح. التحكم جوه الملعب يعني خساره. يعني يبقى عندي لاعب كبير ومميز وبيلعب، لازم اخد خبرته واستفيد منها. شايف ازاي تجربة كابتن حسام حسن مع المنتخب؟ ماشي. هو الكابتن حسام الحقيقة، وكابتن إبراهيم يعني الحقيقة، الناس ما يحبوش يخسروا. وده مهم جدا، ده مهم. يعني أنا يمكن اختلفت مع مدربين، بعض المدربين اللي هو قاعد كأن الموضوع اللي جوه الملعب ده مش تبعه. أمال تبع مين؟ اللي حاطط على قلبه مراوح. بالظبط كده. ولا فريق معاه. طب ازاي؟ لعبه كويس، لعبه. طب هيلعب ازاي؟ ما هو ده بينعكس. بينعكس عليه، على اللي جوه الملعب. هدوءك مش كسلك، لكن هدوءك مع عطاء الملاحظات. صحيح. لازم بتقف. طبعا. بص على الدوري الانجليزي. في حد قاعد؟ مستحيل. المدير الفني واقف. مفيش حد تاني واقف. يروح يقعد. يسمع الملاحظات. صحيح. اللي بيسجل، اللي بيسجل، واللي من بيسجل التيم اللي معاه الدفاع، واللي بيسجل الهجوم، ومين مستواه نازل، ومين يروح يسمع ويجي يوجه. لكن انا قاعد بحط رجلي على رجلي. هيتسرب نفس الهدوء ده في الملعب على طول. شكرا. انعكاس. ايوه انعكاس كامل. انا بقول الكلام ده
على فكرة الكلام ده بقى موجود في الكتب، لكن ده أي حد مارس العملية دي بالنسبة له نقاط جوهرية في بتحدد نجاحه من فشله. فحضرتك متفائل بتجربة كابتن حسام حسن مع منتخب مصر؟ اه طبعا. طيب عندنا بعض الأسئلة هنطرحها على حضرتك، حضرتك هتشوفها دلوقتي وتجاوب عليها. مفيش مشكلة. يلا بينا. يلا اتفضل. جملة كفاية بطولات عشان مش متحملين أو متحملين بالعامية ندفع مكافآت تاني تم استغلالها بشكل خاطئ. هل الجملة دي اتقالت واتقالت بالصيغة دي أو اتفهمت بالصيغة دي؟ طبعا اللي عاوز يقلبها يقولها، لكن هو الموضوع ببساطة إن الإيرادات ما كانتش مناسبة لحجم المكافآت نتيجة للمكاسب المتوالية في كل الألعاب. فأنا كنت بوعد، يعني كان حتى في بعض الفرق في بعض الأحيان يعني يأكدوا إن مش عاوزين تمرين مش عارف إيه، فالمدير الفني يقول طب انزل لهم، هم عارفين إن أنا كنت بدرب. فأنا وعدتهم إن ما حدش مش فريق واحد اللي ياخد المكافأة، لو جت فلوس نقسمها بنسب. بس ما شاء الله كان ساعتها الانجازات ضخمه جدا. فانا قلت ما معناه كده يعني، لكن مش القصد انك ما تجيبوش بطولات، لكن هو حجم الاموال اللي جايه مش في حجم المكافآت تصرف بشكل مباشر يعني. بس ده في حاجه ثانيه، في حاجه ثانيه اقوى من كده. ايه بقى؟ كان ساعتها احنا طبعا بنصرف مبالغ كبيره جدا عشان تروح تلعب ماتشات. صحيح. يعني مكافآت وكده. وبعدين في الآخر تاخد البطولة، واحنا خدناها كذا مرة. أيوه. ومفيش غير السلطانية. أيوه. اللي هو كاس. كأس بس. فأنا قلت كده، كان بقى خسرنا ماتش بتونس، كنا كاسبين هنا وخسرنا، فخرجنا. أيوه. فقالوا لي اللعيبة زعلانة ومش عارف ايه، فأنا رحت بهدي اللعيبة لأن هترجع لعب، انت البطولات اللي تنتهي. أيوه. يعني الناس فاكرة إنه أخسر ده خسرته يشد بقى شعره، لا. أشوف إيه الأسباب الخسارة وأصلحها، وهي دي الرياضة. وإنك تكمل المشوار وتجيب نتائج. صحيح. فأنا بقول لهم يعني إحنا بهدي الدنيا. يعني كنا هناخد إيه؟ كنا هناخد في الآخر حتة الحديدة دي. فكان في صحفي موجود اظن لسه حاليا في المسا، كان اسمه الاستاذ سمير عبد العظيم. قال درويش بيقول كنا هنكسب ايه؟ يعني عمليه هدم كامله يعني. زي بالظبط كده اللي انا قلت ما تكسبوش بقى، ما دي بتتقال كده. او ميدو قالها، ميدو قالها كده، بتؤول كده، ميدو قالها كده. تصور رئيس نادي يقول كده. فطبعا انا سمعته. ايوه. فقلت طب انا الحق عليا ميدو اللي خليتك تنزل في ملعب نادي الزمالك. ايوه. ماشي. لا ما هي كانتش اكيد، ما كانتش كان معناها زي ما حضرتك. هو حاول يخففها، هو حاول يخففها. لا هو ما خففهاش بصراحه. الموضوع كان صعب جدا، وكان كابتن يعني او الدكتور كمال درويش قال خلاص بقى، خلاص بلاش بقى بطولات، بس خلاص نقفل بقى، يعني نقفل المحل. توضيح كان مهم جدا. اللي بعده يلا بينا. منافستي مع حماده امام في الانتخابات لم تنهي الصداقه بيننا. خدت اخر يوم. الحقيقه كابتن حماده رمز كبير من رموز نادي الزمالك. وهي مفاجأة إن أنا يعني في الانتخابات كسبت يعني، لكن ما حدش يقدر ينكر يعني حمادة إمام سبب رئيسي من أسباب جماهير نادي الزمالك وكثرتها يعني. ده مش هو بقى بس، إنكار ذات مهم جدا والده حضرتك. طبعا. وابنه. أيوه. فما شاء الله عيلة محترمة جدا. طبعا. جدا جدا ومنتمية لنادي الزمالك، ونحن نفخر بيهم كل وقت. صحيح. كان انكار ذات مهم جدا من وسط كلام حضرتك كده، ان فوزك على الكابتن والقيمه الكبيره الكابتن حماده امام كان مفاجاه. طبعا. كان الناس متوقعه ان الكابتن الكبير التعب طبعا هو طبعا اللي يفوز. طبعا.
شوف اللي بعد كده. الزمالك حقق 1186 بطولة خلال رئاستي للنادي، منها بطولات عالمية. صحيح. ده في كافة الألعاب. كافة الألعاب. نوضح برضو للناس. في كافة الألعاب. مسجلة في الجمعية العمومية. اللي بعده. تقسيم العمل لملفات من أهم أسباب نجاحي في إدارة الزمالك. زي ما انا قلت ان انا يعني لو انا قلت انا نجحت في اداره النادي الزمالك انه بقى مؤسسه. مؤسسه بمعنى ان كل واحد عارف وظيفته وواجبه وبيأديه. هي دي القضيه الاساسيه. ماشي، تشوف اللي بعد كده. تجربه الترشح لانتخابات اتحاد الكره ندمان عليها؟ لا، أنا مش ندمان. لأن اتحاد أنا توليت رئاسة اتحاد الملاكمة فترة من فترات من 92 ل 96 بالانتخاب وباكتساح. جميل. أنا بالنسبة لي تجربة مهمة جدا. لأن يعني من الأيام الأزل ولغاية دلوقتي الناس هي هياها. صحيح. فقلت اشوف الدنيا ماشيه ازاي. لان كان ساعتها الله يرحمه برضه الكابتن سمير زاهر، الله يرحمه، كان كسبه منتخب مصر، كسب كابتن حسن شحاته 6 و8 و10. فهو قال ما حدش يكلمني، عاوزة تزكيه. ايوه. انا رايي مختلف. انا رايي ان افريقيا والاتحاد الافريقي احنا اللي مؤسسينه. فالفوز في افريقيا دي حاجه طبيعيه. الفوز في افريقيا المفروض حاجه طبيعيه. احنا مدخلين رياضه. ايوه. العالم العربي والافريقي. ما ينفعش انا يبقى حدودي بطوله عربيه او بطوله افريقيه. فحضرتك قررت تخوض الانتخابات. بعد استئذان كابتن عبد المنعم الحاج الله يرحمه واللواء الدهشور حرب. طيب. بعد استئذان اللواء دهشور حرب وكابتن عبد المنعم الحاج. جميل. شوف اللي بعد كده. دي اخر حاجه معانا. حازم امام عاد قبل مباراه القمه ب 24 ساعه عام 2001 وشارك دون تدريب واحد مع الفريق. مكسبنا. هو هل عاد قبل مباراة القمة ب 24 ساعة ما تدربش تدريبة واحدة ولعب؟ لا تدرب. كان تدرب. طبعا. الأمر ده مش طبعا ما كانش صح. وجاهز. كابتن حازم كان أسطورة. طبعا. وفي الفترة كمان حاجات أساسية. وفي الفترة بتاعت كان حضرتك التشكيل كان تشكيل متكامل. يعني بطريقة الهاند بول بقى الأجنحة شول، وده يبقى يميني وده يبقى بلاي ميكر، يبقى عامل ازاي. أيوه. يعني عملناها كوره، عملناها هاند بول. ايوه. مفيش حد كله يروح وكله يرجع. الفرقه متكامله. صحيح. كان فيها شغل كتير. طارق السيد، طارق السعيد، محمد ابو العيله في النص، اشول محمد عبد الواحد، حازم امام، جمال حمزه. لا جمال متاخر شويه. متاخر شويه. هو جمال ده دفعه عبد الحليم علي. جمال حمزه دفعه ميزو. الاثنين كانوا ستار يعني. كابتن عبد الحليم علي كان. عبد الحليم طبعا. التوأم. توأم حسام ابراهيم. لا كابتن احمد صالح ناحيه اليمين. لا يعني في لعيبه كبيره. فرقه متكامله. كابتن مدحت عبد الهادي في خط الدفاع. عبد الواحد السيد بوسه. عبد الواحد. كابتن وائل الاباني. وليد عبد اللطيف. كابتن وليد صلاح. تامر عبد الحميد. كابتن تامر دونجا طبعا. كابتن تامر عبد الحميد. وخالد الغندور عشان ما يزعلش. كابتن موندو اكيد طبعا. محمد صبري. محمد صبري. لا مجموعات هايله الحقيقه. يا دكتور انا اتأنست واتشرفت بوجود حضرتك معايا في زملكاوي. اهلا وسهلا. اتأخرنا. حضرتك شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. شكرا. سعداء بوجودك دايما. شكرا. تحت امر طبعا. النادي يعني احنا بننتمي ليه فعلا، ودي قلعه الرياضة المصرية اللي احنا بنعتز بيها يعني.
اعتزاز كبير، وهي بلا شك ساهمت كمان الفترة دي في رفع اسم الواحد يعني. وهي بلا شك أكبر قلعة رياضية في مصر طبعا، من القلاع الكبيرة يعني. صحيح، يعني ما تقدرش تلغيها ازاي؟ اي ما حدش يقدر يلغي، ما فيش حد يقدر يلغي. انت اشتغل. صحيح، ما فيش حاجة نهائية. عاوز تبقى عاوزة تستمر. صحيح، يبقى عاوزة مجهود، وعاوز الناس تشتغل بجدية، وعاوز الناس تتفرغ للعمل. مفيش حاجة سهلة. أكيد. شرفتنا ونورتنا يا دكتور. أهلا وسهلا بيك. شرفنا ونورنا أحد أهم رؤساء نادي الزمالك عبر تاريخ يا دكتور كمال درويش. شرفنا ونورنا في قناة الزمالك وفي زملكاوي. انتهت حلقتنا من زملكاوي، على ملقاء إن شاء الله في حلقة جديدة من زملكاوي. إلى اللقاء.